يلي دافعوا ضد النظام وضد داعش وضد النصرة وضد كل الإسلاميين. هدول هن الشباب الحقيقيين، هن نواة لجيش حر حقيقي بضم أطياف المجتمع السوري بأكمله. هدول يلي أثبتوا فشل النظام بالحكم والإدارة، وأثبتوا أنه الحكم ممكن يكون بغير الترهيب والقمع والترغيب. أثبتوا أنه الحكم ممكن يكون بتوسيع دائرة الخدمات وبتحقيق أبسط مطالب الناس وحقوقها بدل حصرة بالمطالب والمنافع العائلية والشخصية. هدول يلي عم تقول عنهم صغار وما عندهم خبرة، بكفي أنه ضلوا إيد وحدة رغم كل الظروف القاسية اللي مرت عليهم. تانياً، بالمناطق يلي خرجت عن سيطرة النظام وعن سيطرة الإسلاميين تشكل شيء اسمه مجالس إدارة محلية. هي عم تعمل كل شيء، حلت محل مؤسسات الدولة. عن جد إنه الشعب السوري أثبت إنه قادر إنه يحكم نفسه بنفسه، وهذا الحكي مو بس بدرعا وبداريا وبحمص وبحما وبالشام وبدير الزور كمان.